هنعمل دلوقتي اول وصفه البفتيك. بفتيك خطير، وصفه سهله جدا. ايه بقى؟ انا معايا شرايح لحمه البفتيك، تمام؟ بتروحي للراجل وتقولي له يديك الشرايح، هما بقوا بيدقوها دلوقتي ومغلفينها في كل حته، يعني الجزار او السوبر ماركت، فبيبقى الظريف عايزه انت كمان تعيدي عليه دق كمان، مفيش مشكله، تمام؟ هنتبله بايه بقى؟ ملح، فلفل اسود، معايا معلقه من الثوم البودره، معلقه من البابريكا، رشه خفيفه من جوز الطيب، تمام؟ معانا كوبايه من ميه البصل. ميه البصل دي بنعملها ازاي؟ بنجيب بصلايه ولا بصلتين كده حلوين، تمام؟ بتضربيهم في الكبه يتفرموا حلو قوي، ورشي عليهم بس كده رشه ملح، واركنيهم على جنب 3 4 دقائق، هتلاقي البصل نزل ميه كتير جدا. عصريه بقى، عصريه او نزليه في مصفى كده عشان تفصلي التفل بتاع البصل عن الميه، والتفل بقى ممكن تشيليه في الفريزر، تستخدميه في اي وصفه اكل. يا سلام بقى لو تحطيه مع الكفته. وميه البصل الحلوه دي بقى احنا اللي هنستخدمها فين؟ في تتبيله البفتيك. معانا كمان معلقتين كبار من الخل الابيض. معانا بقى ايه بعد ما نتبله؟ هنحطه بقى في دقيق وبيض وبقسماط. الدقيق هنتبله برده ملح وفلفل، ممكن نحط برده بصل بودره، ثوم بودره، بابريكا، يعمل تغليفه حلوه للبفتيك ويبقى طعمها حلو كده ومتنكه، تمام؟ ومعانا بيضه مخفوقه، هنحط عليها شويه لبن او شويه ميه عشان بس نخفف لزوجه البيض، وطبعا ملح وفلفل وشويه بقسماط بقى ظريف، واخر حاجه زيت للقليل، وبس كده يطلع معاكي البفتيك خطير ان شاء الله يعجبكم. ادي البوله اهي، ونعمل بقى التتبيله. ميه البصل، ونحط الخل، تعالى يا خل، معلقتين كبار كده من الخل، وملح وفلفل، ملح وفلفل. عايزه بس كده ايه اعلي النار على الزيت عشان نحمر البفتيك واحنا في الحلقه. وهنحط بقى ايه رشه خفيفه خالص زي ما قلنا من جوز الطيب، وتوم بودره، وبصل بودره، وبابريكا بس كده. ونقلب بقى ايه، هي فين الاسباتيولا الصغيره اهي، مستخبيه عشان قصيره يا عيني جوه المعالق محدش شايفها اهو كده. ونفضل كده نقلب التتبيله كده اهو، ونقوم ايه واخدين شريحه البفتيك. بصوا مدقوقه كده ورفيعه وجميله جدا، عشان البفتيك يستوي معاكي على طول مبقاش فيه اي مشكله اهو. بصوا خطيره رفيعه وزي الفل. نحطها بقى في التتبيله بس كده، عايزين تسيبوها شويه في التتبيله مفيش مشكله، يفضل طبعا. ويا سلام بقى لو تعمليها وتبقي حطها في الفريزر، يبقى البفتيك متبل وجاهز بس على ان هو يطلع ياخد حراره الجو، وتقومي من ايه مدحرجاه بقى في الدقيق والبيض والبقسماط، وتاكلي احلى بفتيك بقى هيعجبكم قوي. وكل ما يقعد في التتبيله كل ما هيفرق جدا في الطعم، اللحمه هتشرب التتبيله وتعمل لك طعم حلو قوي للبفتيك. فاكرين انتوا زمان واحنا صغيرين في النادي بعد ما بنطلع من حمام السباحه بقى والحاجات دي، كنا نروح النادي لازم نتغدى في النادي بقى مكرونه وبفتيك لما كبرنا شويه. انا معايا الدقيق، هنحط له ملح وفلفل. الله يخليك يا استاذه نهى، اهو كده ملح وفلفل. كنا معترضين بقى ساعتها، كبرنا بقى كده ايه ومعترضين على السندوتشات، عايزين بقى ناكل بقى اكل النادي بقى اهو كده، بصل بودره وثوم بودره وبابريكا. نقلب كده الدقيق، وملح وفلفل على البيض برضو كده، شوكة نخفق بيها الكلام الحلو ده كده. ممكن تخففوا البيضة، مش لازم بلبن زي ما انا عملت، لا ممكن بمية بس كده. وناخد بقى ايه البفتكاية الحلوة الجميلة دي، ونحطها اول حاجة في الدقيق كده اهو، ننفضها كده من اي دقيق زيادة، وبعدين في البيض اهو كده، وبعدين في البقسماط كده اهو،
ويفضل ان احنا بعد ما نغلفها بالشكل ده ندخلها بس التلاجة شوية، يعني مثلا 20 دقيقة نص ساعة في الحدود دي، عشان بس الغلاف الخارجي اللي على البوفتيك يفضل كده ايه ماسك فيها وظريف. احنا ممكن نحمرها على طول، بس يعني الافضل انها تتحط في التلاجة اهو كده. هاخدها كده وعلى الزيت، الزيت لسه ما سخنش قوي بس هيبتدي يسخن دلوقتي، وعلى مدار الحلقه ان شاء الله يكون ايه اخد لون وشكل. واحنا طبعا عاملين منه هناك كميه خطيره، استاذه سموره هتجيبه لكم حالا. بوفتيك بقى بوفتيك، يعني حاجه خطيره، واخد لون حلو وطعمه حلو. التتبيله في اللحمه تجنن. ان شاء الله ان شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم. فاصل بسرعه الم الاشياء دي كلها ونرجع نعمل كرواسون بالشوكولاته بعجينه الباف بيستري، خطير. خليكم معانا.